عمه أبو لهب كان يمشي وراءه في عكاظ ومجنة وذي المجاز والأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو أحول ذو غديرتين وضيء جميل يمشي وراءه، تخيل هالدناء هذه، ويقول لا تطيعوه لا تصدقوه إنه كذاب. فيسأل العرب من هذا الذي خلفه؟ قالوا هذا عمه أخو أبي عمه أبو لهب. فسبحان الله، يعني كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.